بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من منتديات البشرى الإسلامية، الموقع الرسمي موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليمامي، إمام الأمة الموعود اليماني المنتظر من آل البيت المطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. لمراعاة الوقت المحدد في اليوتيوب وحتى يتسنى ربع البيان، رجاء اعمل على استخدام زر الإيقاف بعد كل صفحة. سأضع المؤشر أسفل الصفحة، وعند انتهائك من القراءة استخدم زر التشغيل لمواصلة القراءة، ومن ثم زر الإيقاف متابعة القراءة، وهكذا دواليك حتى يتسنى لك قراءة البيان بأكمله باستخدام زر الإيقاف وزر التشغيل. عزيزي المشاهد، في هذا البيان التالي الذي يقرأه عليكم أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر إلى الله، هناك نقاط ومحاور نوجه عنايتكم إلى زيارة موقع الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني للمزيد من الحوار. والسلام عليكم. في هذا البيان الذي بين أيديكم والذي كتب في 23/9/2009، الإمام ناصر محمد اليماني يرد على أحد السائلين في حكم الصور والتماثيل، وهناك أسئلة أخرى في البيان، ومنها: هل نستدل بأحكامنا وشرعنا من شرع وأحكام من كانوا قبلنا؟ فإن هذا شرع من قبلنا. وجاء أيضا في البيان رادا على المحاور، حيث قال في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من سورة البقرة، قال أن هذه سنة من سنن الله في كتاب التوراة، أن التوبة لمن أراد أن يتوب إلى الله من بني إسرائيل فعليه أن يقتل نفسه ثم يتوب الله عليه، حسب فتوى أحد السائلين في المنتدى واسمه زيد بن حارثة، وجواب الإمام على ذلك في البيان. وأيضا يبين الإمام الكريم وجه التشابه في قول الله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فأما التوبة في الآية الكريمة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وفي البيان سوف يتضح لنا في هذا البيان قول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي هذا البيان سوف نتعرف على بني إسرائيل وكيف أن الحيتان جعلها الله آية لهم وفتنة لهم، هل يلتزمون بأمر الله فلا يعتدوا عليها في السبت. وسيتم الرد في هذا البيان عن شبهة المحاور الذي قال أن ذلك جعلها شريعة، أن الله جعلها شريعة مستمرة، ومن ثم سوف يبين الإمام امتحان التقوى ليطهر القلوب، قلوب المؤمنين المسلمين في شريعتنا. وأيضا في هذا البيان سوف يتضح لنا بيان الآية الكريمة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وفي هذا البيان أيضا سوف يعرج الإمام على سؤال والرد عليه، وهو تحريم التماثيل والتصاوير والفتوى بالحق أنه ليس حرام فيها إلا ما كان سفور وفجور وفتنة للناظرين، وبيانه على ذلك. وإليكم البيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. كما أرشدنا مسبقا استخدام زر الإيقاف وزر التشغيل.
رجاءً.